بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين أما بعد. في هذا الفيديو غادي نحاول ندير واحد التصحيح ديال واحد التمرين متعلق بإحداثيات ديال نقطة ومتجه. إذا نعتبر نقطة أ إحداثية ديالها الرتب ديالها جوج، الرتب ديالها خمسة، و ب الإحداثية ديالها ناقص أربعة صفر، س الإحداثية ديالها صفر اثنان، و ت الإحداثية ديالها ناقص ثلاثة ناقص ثلاثة. أولا إحداثية، حدد إحداثية كل من النقطة متصل القطاع بي سي و إي في متصل القطاع تي. غادي نحدد إحداثيتي أ منتصف القطاع بي سي، يعني الإحداثيات ديال أو منتصف القطاع بي سي نحدو إكس أو. وعندنا طريقة باش نحدو الإحداثيات ديال المنتصف، هو الأفصول ديال النقطة بي، يعني عندنا بي سي عندنا أو منتصف ديالها، يعني هاد المسافة كتساوي هاد المسافة، بالتالي الأفصول ديال هادي كيساوي الأفصول ديال هادي زائد الأفصول ديال هادي مقسومة على اثنان زائد إكس سي مقسومة على اثنان. نفس الشيء الرتب ديال النقطة أو فهو كيساوي الأرتوب ديال النقطة بي زائد الأرتوب ديال النقطة سي مقسوم على اثنان. إذا يساوي إذا إكس أو، غادي نجي نعوضو كل أرتوب داكشي اللي كيساوي إكس بالأفصول ديال النقطة بي كيساوي ناقص أربعة زائد الأفصول ديال النقطة سي اللي هو صفر مقسوم على اثنان. ثم إيكغيك أو فهي كيساوي الأفصول ديال النقطة الأرتوب ديال النقطة بي اللي هو صفر زائد الأرتوب ديال النقطة سي اللي هو اثنان سوم على اثنان، هنا كتساوي ناقص أربعة زائد صفر فهي ناقص أربعة على اثنان، ناقص أربعة على اثنان كتساوي ناقص اثنان، هنا صفر زائد اثنان فهي اثنان سوم على اثنان تساوي اثنان، عفوا تساوي واحد. إذا الإحداثية ديالها هي ناقص اثنان واحد. ثم لنحدد إحداثيتي نقطة F منتصف القطاع AD، إذا عندنا F منتصف القطاع AD، إذا نفس الشيء عندنا الأفصول ديال النقطة F فهو كيساوي الأفصول ديال النقطة A زائد الأفصول ديال النقطة D مقسوم على اثنان، الأرتب ديال النقطة F كيساوي الأرتب ديال النقطة A زائد الأرتب ديال النقطة D مقسوم على اثنان. ومن بعد نعوضو الأفصول ديال كل نقطة بالقيمة ديالها. إذا أفصل النقطة A فهو كيساوي اثنان، يساوي اثنان زائد أفصل النقطة D اللي هو كيساوي ناقص ستة على اثنان تساوي اثنان زائد ناقص ستة، مجموع الاثنين هما إشارتان مختلفتان اللي عندنا بين المسافة، هو هاد المسافة ناقص ستة، ستة ناقص اثنان هي أربعة مقسومة على اثنان تساوي ناقص اثنان. ثم الأرتب ديال النقطة F كيساوي، إذا الأرتب ديال النقطة A فهو كيساوي خمسة، خمسة زائد الأرتوب ديال النقطة دي اللي هو ناقص ثلاثة مقسوم على اثنان، خمسة زائد ناقص ثلاثة، إذا مجموع الأدلة هما إشارتان مختلفتان على المسافة هو عدد خمسة موجب، خمسة ناقص ثلاثة فهي اثنان على اثنان تساوي واحد. إذا النقطة F الإحداثية ديالها هي ناقص اثنان واحد. ثم السؤال الثاني، ماذا تستنتج استنتاج؟ إذا لدينا أ إحداثية ديالها ناقص اثنان واحد منتصف القطاع بي سي، و إف الإحداثية ديالها ناقص اثنان واحد منتصف القطاع عادي، إذا نستنتج أن القطعتين بي سي، نستنتج أن القطعتين بي سي و تي لهما نفس المنتصف. إذا لاخدينا الإحداثية ديالها ناقص جوج واحد منتصف قطعة بي سي و إذا عندهم نفس المنتصف، بالتالي إذا خدينا ممكن نستنتج ومنه الرباعي، إذا نخدم الرباعي أ بي سي تي في الحالة فهو غيكون متوازي الأضلاع، متوازي الأضلاع، لأن من خاصية ديال متوازي الأضلاع أن القطران لهما نفس المنتصف. ثم السؤال، بي أحسب بي سي و أطي، يعني مسافة بي سي ومسافة أطي، هي اللي نحسب بي سي و أطي. إذا لدينا، إذا غادي نحسب المسافة بي سي مع المسافة أطي، إذا المسافة بي سي تساوي، إذا الطريقة باش نحسب المسافة هي هادي، إذا إكس سي ناقص إكس تي أس اثنان زائد الأرتوب ديال النقطة سي ناقص الأرتوب ديال النقطة دي أس اثنان،
جون مكان عوضو كل أرتب كل أصول القيمة ديالو. إذن إلى خدمة سي أصول ديالها 0 2 و تي و بي أصول ديالها ناقص 4 2. إذا عندنا بي أصول ديالها هو ناقص 4 0 و تي أو لا سي عفوا هي بي و سي الأصول ديالها هو 0 2. إذا إكس سي فهي ناقص هي 0 ناقص بي اللي هي ناقص 4 ده ناقص 4 أس 2 زائد إكريك سي اللي هو 2 ناقص إكريك بي اللي هو 0 أس 2. إذا عطينا 0 ناقص نقدر نحول الفرق إلى مجموعة 2 زائد 4 أس 2 زائد 2 ناقص 0 اللي هي 2 أس 2. إذا 0 زائد 4 هي 4 أس 2 زائد 2 أس 2 وهذه كتساوي 4 أس 2 هي 16 زائد 4 و 6 2 و 4 كتساوي جد مربع 20. نالي نحسب أ دي لدينا أ الإحداثيات ديالها هو 2 5 و دي الإحداثيات ديالها هو ناقص 6 ناقص 3. إذا المسافة أ دي حسب التعريف وجد مربع ديال أصول النقطة دي ناقص الأصول ديال النقطة أ أس 2 زائد الرتب ديال النقطة دي ناقص الرتب ديال النقطة أ أس 2. ثم غادي نعوضو. إذا إكس ديال الأصول ديالها هو ناقص 6 ناقص الأصول ديال النقطة دي هو ناقص 2 زائد الأصول ديال النقطة دي هو ناقص 2 زائد الرتب ديال النقطة دي الرتب ديال النقطة دي هو ناقص 3 ناقص الرتب ديال النقطة اللي هو ناقص 5. إذا ناقص 6 ناقص 2 هي ناقص 8 ناقص 2 أس 2 أس 2 زائد ناقص 8 ناقص ناقص 3 ناقص 5 هي ناقص 8 أس 2 تساوي. إذا 4 و 6 ناقص 8 و 2 هي 64 ناقص 8 و 2 هي 64. إذا 64 زائد 64 هي 128. ثم الجواب السؤال الآخر، هل الرباعي A B C D مستطيل؟ رابعا لدينا عادي المسافة عادي فهي تخالف مسافة بي سي. بما أن عادي قطعة عادي وبي سي لهما نفس المنتصف فإن الرباعي توازي الأضلاع وليس مستطيل، لأنه باش يكون مستطيل خاص المسافة عادي تساوي المسافة بي سي، لأن من خاصية المستطيل بأن القطران لهما نفس المنتصف ومتقايسان. بما أن المسافة دي هي ليس مستطيل ترى بين قوسين لأن القطران عادي و بي سي غير متقايسان. إذا غير متقايسان. وبهذا نكون سألنا التصحيح ديال هذا التمرين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.